اوكي حلو شباب، شنو معكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح نلعب كول اوف ديوتي ومع شخص يعني مشتركين ومتابعين وصلنا راح نلعب معه. ويلا هلا بلشنا نلعب كول اوف ديوتي. طبعا هذا اول فيديو بث الرياض، يعني مثل ما شفتوا بالعنوان مع المشتركين، هذا اول فيديو بنلعب فيه مع المشتركين. مش فاهم بدي احفاد. اوكي شباب هيك هذا هلا مغيرات، انا بحب يا شباب هذا النمط اكثر. يعني هلا في 6 ثواني وبتبلش ونلعب اللعبة. ها خلينا نفتح ونفتح. اقرب يا اسطوري بعد الرويال البداية اسطورية. اوكي يا شباب شباب بس انا وياه هلا بنشوف. نحضر مع المشترك وعنا السلة هنا السلة ونشوف السلة هون ولا هون. كيف هذا المتابع اللي حشوف الفيديو هتأكد. يلا وين نحن نزيل؟ خلص طيب. خط الانابيب. مكان مناسب والله. العقارات بدنا نستاجر بيت يعني. نستاجر بيت عادي في مانع حبيبي. طبعا يا شباب الفيديو رح يكون طويل لانه بتعرفوا ليش؟ لانه بعد الرياض هي احيانا بتكون طويلة. لشي بده يكون فيديو طويل. بناخذ اف 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 اف. بدي سلاح. هاي سلاح بس هذا شو هذا؟ ما بعرف. تمام يلا يلا حبيبي تعال 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 يا شباب. طبعا هو ما عم يسمعني ولا حتى انا عم بسمعه، يعني لعب بدون تواصل. اوه يا اوكي يا شباب، يعني اللعب غريب. لا لا اخذت له هذا عاد وينه؟ طلع لفوق. اوه في احصان، في احصان خذها. طبعا مو احصان نفسه بط نزل لتحت لما انا طلعت لفوق. تعال يلا 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 حبيبي طلع وراي. راح لهنيك. اوكي بنلحقه عادي. هذا كانش تستعش بشوي. انت شو تركت يا شباب؟ انا عندي هاد وهاد. صراحة انا ما بحب هذا، مش بحب الانستاش. اول شريط يا شباب، اول شريط بنشوف شو معه. افتح افتح يلا يا شباب. طبعا هاي باتل ريال بكول اوف ديوتي مثل ما شفتوا بالعنوان. يعني هيك يا شباب احنا عنا ناخذ ما معنى شوت جن ولا هات شوت جن. موت ساعدنا. والله باين عليه محترف اكثر مني، انا مالي قادر ولا واحد. يعني شيء غريب كثير 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 كثير. هلا هي ليش ما عم بقدر هذا؟ ليه؟ ليه؟ يا شباب هلا نروح نشوف ناس تقتلها يا شباب، يعني وهم نقتل الناس. خلينا نروح. وين راح؟ ما لقى شيء؟ ليش؟ حبيبي روح روح شوف لنا شي مكان. اوه نطة يا شباب. انا ما فتح عندي، ليش ما فتح؟ امشي امشي هلا خلينا نشوف. يا شباب هذا عم يهرب. لا 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 ليك ولا سيارة، بده يركبنا بالسيارة يا شباب. هي 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 استنى. اوكي ركبت. يلا خدنا يا شباب. يا شباب نحن ما علينا الا نسكن، اذا شفنا حاله بالطريق ندبحه. هذا هو اللي علينا يا شباب، فنحن عادي نستنى وندور. ما عندي مانع ابدا. طلع لقدام بالعافية، يعني
الدم يعني هون هو الشمال عندنا الدم هذا الدم حاطينه شجرة هيك الدم عندنا باص هذا كله صار عليه الدم كله الدم كل شيء هنيك تقريبا شباب اوكي هلا لوين رح نروح المشكلة ما بعرف وين عم ياخذنا نشوف وين عم ياخذنا طبعا يا شباب بنسيت ابقام لازم تحطوا لنا لايك واشتراك سبسكرايب يعني اشتراك سبسكرايب مش يصير لك انا اول اثنين وتسوي شير الفيديو للاصدقاء مشان يسهلوا يعني الفيديو كان فيه وتسوي اشياء كثير تدعمونا يعني ونزل فيديوهات اكثر من هيك لا تنسوا كمان تفتحوا القناة وتشوفوا فيديوهات عندي فيديوهات موسيقى اوكي يا شباب عندي فيديوهات موسيقى من ناحية فيديوهات الموسيقى معبة يا شباب شلون بطل بسي بدلنا تعال اركب تعال اركب تعال اركب يا معود اوه لا انزل انزل روح شوف هاد والله موته ها شاطر هاد شاطر بس انا بدي احكي لك وليكو في عدد في عدد يلا اوه اخيرا قتلت واحد يا شباب هي اول واحد بقتل في حدا تاني يلا سكينج اربعة 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 خلينا ننطلق مغامرة مغامرة عميقة وين نروح يا شباب شو رايكم نروح نقتل وحش وحش غامض تعالوا نروح نقتل نحط عليه علامة ونروح نقتل هذا الوحش اوكي يا شباب يعني ان شاء الله تكونوا موافقين انه نقتل هذا الوحش الصراحة يا شباب بيكون كثير حلو اكل الوحش هذا اسمه بيكون اللحمة مدري شو مو مثل ابو اللحمة اللي بتعرفون دول شخصية مرعبة يا شباب واحد ثاني لكن حلو يعني مو كل شيء ليش هيك يا شباب؟ تعال حبيبي يا مع يا الكركاب يا معود لا 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 والله معك حق هذاك نجيب نجيب تعال ولا مات يلا تعال وينه؟ تعال والله الشباب اتركوا رايح في ناس عم يتعاركوا هون في ناس تعالوا تعالوا اللي بده معركة يجيني ما حدا بده ليكو 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 شفتوه شفتوه يا شباب الجيمرز عندهم عيون عيون مضخمة تعال حبيبي وموت نفضل هيك نفوز نحنا يا شباب صفيان فوق كنا قاتلين لكم 47 شخص انا قاتل شخصين من الوقت 47 وهلا بدي اقتل هذا شوفوا شباب هلا انا بدي فوت على هاي المنطقة هاي المنطقة اللي هون شباب مين بتحداني جيبه بجيبه ولا ما بجيبه يا شباب والله صار بعيد كتير لكن رح جيبه تعال حبيبي تعال وين هرب؟ هرب يا شباب هذا صاحبي قاعد عم يقاتل هذا المتابع شوف الشباب دخول منطقة الزعيم على هون بده يطلع مدري شلون رعد هيك غريب وترسبان الاستاذ فتشر قول يا محوط يا محوط شلونك حبيبي شلونك فتشر مبشر بالتباشير تبشر 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 تعال تعال وين 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 يا شباب كله افتحوا ما في تروح ما في تروح تعال تعال لا تموتنا موتنا حبيبي روح واو
ما بقدر اخذهم يعني؟ ما بقدر. اشياء الفول يعني يا شباب. ما في سلاح هيك اسطوري الحش. شو هذا؟ مطهر. حلو يا شباب، اخذه. استنوا شوي، بدل سلاحنا وناخذ. يا معود كينج طلع علي، هو انت ما عم تسمعني يا مسكين. لك تعال نروح، تعال لك انا شو عم بحكي. يلا يلا يا شباب المدرقة. يا شباب صفيان 32 شخص لازم نذبحهم، نموتهم كلهم. هات لنشوف لوين رايح الاستاذ كينج. 4-4-4 يا شباب، مثل ما قلت لكم لازم تحطوا لنا لايك واشتراك وتعالوا نهرب. يا معود تعال، كأنه راكب سيارة سريع كتير. تعال تعال بسرعة بسرعة، بدي اركب بسرعة. لك تعال اف اف اف، يلا يلا روح روح روح، طير طير. اوكي يا شباب، ما تحطوا لنا لايك واشتراك وشير. تعالوا تضغطوا لايك وتحلوا لنا تتابع لهي السلاسل حلوة. اوكي يا شباب، يعني خاصة انت يعني تتابع اللي عم بلعب معك، انت اصلا لعبنا كثير صراحة. وكمان عم بلعب فيديو يعني ما بتخسر شيء، انت اصلا طالع بالفيديو. مرة حبيبي يا شباب، شوفوا عندكم هون راديو. يلا يلا امشي شباب، شوفوا شو هلا رح نشرح لكم السيارة. اسمها السيارة خاصة فينا. عندكم يا شباب هون المدرب حشو حبل، امشي طريق سابق. عندكم يا شباب هون راديو مكتوب هذا، حاطين هون الاشارة، الاشارة تبع الموبايل. عناصر اي كول اوف ديوتي موبايل محطوط هون. عندكم هون مبرد، يا مشرح سيارات وين؟ هالمكان ايه؟ تعال شوي، شو رايك؟ تعال نحط لك درع. هلا شوي. اخذت انا اخذت. لا استناني استناني استناني. يلا ايه يا شباب، خلينا نكمل لكم شرح. عندنا هذا تبع المبرد قلنا لكم، وعندنا هذول، هذا الزر يا شباب مشان نمشي. يمكن هلا شوفوا اول شيء سواقته مختلفه الصراحه. شوفوا شوفوا ايه صفت ايده لما ما بده يتحرك. شوفوا لما يتحرك شلون مين، شوف شلون. لا سواقه مرتبه يعني، بس يا شباب كانه انا ملاحظ ما في دواسات ورجليه مختلقين. الارض وشلون عم تسوق ما بعرف شلون شغال، بس يمكن هذا الزلمة تبع التليفون اللي مشي على هذا اللي بعد التبريد. وهذا المثلث بتعرفوه، هذا مش لانه بدي ميل. هلا وين رحت؟ شو انت بتلعب سنايبر؟ يا معود سنايبر. شباب صفيان بس 17 واحد. يس. تعال 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 شباب، لقيتها هي اسرع واحلى، هي غيرها يا شباب. غيرها غيرها، هي اسرع واحلى، هي اسرع واحلى. في واحد على اوس، نحن ننزل يا شباب. اوكي يا شباب، هيك بكون علمتكم كيف تذبحوا واحد. ولا تنسوا تحطوا لنا الاشتراك. وينو هذا؟ شوفوا يا شباب شلون تركسيون عندي. عم يحارب والله يا شباب، محترفين نحن. واحد ثاني حبيبي، انا قتلت واحد. يلا حبيبي تعال على السيارة. شباب صفيان 8 لازم نفوز على الجيم. واحد 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 قتلوا قتلوا، الله عليك.
تعال يلا واحد هنيك يا شباب. يا شباب والله بالنار بالنار. خد لك حرقناه. ترى في واحد تاني ولا هذا هو المتابع الرايح؟ والله يا شباب صفيان خمسة ما صارت الشغلة سهلة يا شباب. هاد الميتور اللي بيطير شباب عصبي، هاد مش أسرع حتى بالسكينة أسرع. شباب هاد الميتور بيطير إيه؟ لا حبيبي آسف والله آسف. بس ما تقدر تركب يمكن. فينا؟ ما فينا يا شباب. خلاص بدي اخذه لأ. يا بروح. ما بقدر. لا خذه. شلون بدي اخذه؟ اي اسوي له اشارة. يلا على كل حال والله ما ضروري. هيك بقول انا. لأنه خلص هلا. بدنا نذبح. صفيان أربعة يعني شخصين. هدول اللي احنا اثنين في شخصين بقايا. هذين كل الشخصين اللي حيكونوا قوايا بالسيف. لانه هذيك كان الشخصين وين طالع؟ نطلع معه؟ يلا نطلع. اهلين وين؟ من وين متعلم؟ لك انا ما عم بقدر. قدرت. لك من وين متعلم؟ والله يا شباب لازم نلاقي لنا شي واحد. لازم نلاقي لنا شي واحد هيك. لا تذبحك شي خروف. نذبحه. من الخواريف اللي بسيروا. الخواريف. لازم نذبح. يا شباب نحن فتشنا ولكن تعالوا نشوف المنطقة الثانية. هنيك بالمواجهة. مواجهنا كمان فيه. تعال يلا نتأكد انه بيطلع لنا شخص. اوه في حرب طلعوا لنا مين؟ صفيان ثلاثة. في واحد حاليا شباب في صندوق جاي على الصندوق. الاستاذ جاي على الصندوق الساحق يا شباب. منبدل احنا بنحط هاد وبناخد شو سلاح الساحق. نقص اتش لحظة يا شباب نطلع هاد ناخد هاد. شو صار؟ فزنا. قتلو حبيبي وينر. فزنا يا شباب. احلى فيديو يا شباب. احلى فيديو شباب. احلى فيديو شباب. احلى فيديو شباب. احلى فيديو شباب. جينا مشينا هيك بعدين رحنا لهون قاعدنا قتلنا عدو وهون كمان قتلنا عدو ثاني. تم تم القضاء على كرفاسة بكاملها. تم القضاء واربع مرات قضينا على كرفاسة وهون فزنا. شوفوا المخطط الحلو. ويا شباب هيك نكون خلص الفيديو تبع اليوم. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وشير. هاي المرة الرابعة اللي عملتكم لايك. شوفوا تقيموا هلا هيك تكبسوا على هي اللي تحت في هون يا شباب هون تمام تكبسوا عليها بعدين بيطلع لكم لايك تحطوا اللايك والاشتراك 13. انا شو قادر اخس اشوف الحال بحالي. الله متابع اسطور يعرف يلعب كمان يعني مو مثل بقى مو مثل غير ناس. يعني انا بلعب احيانا لحالي بيطلع لي ناس عشوائيين ما بيعرفوا يلعب. اما هاد قاتل اكثر مني. هنيك يا كينج 444 يعني احنا محظوظين لانه انت مشترك. اوكي يا شباب هيك خلص الفيديو. يلا هلا لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك مثل ما كيف عم بشرح لكم وتفعلوا زر الجرس وبعدين بنقول لكم مع السلامه.